حقيقة نحن ما كنا لنخرج لولا يعني مجموعة من المغالطات التي نشرها رئيس بلدية زاك على إثر يعني مجيء المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى بلدية زاك بعد طلب من فريق المعارضة لإجراء افتحاص للميزانية وكذلك الوقوف على مجموعة من الاختلالات التي راكمها الرئيس في تسييره منذ سنة 2015. قلت ما كنا لنخرج حتى لا نشوش على عمل فريق مفتشية العامة لوزارة الداخلية، لأنه سبق وقمنا بالشكاية للرئيس النيابة العامة وبعث يعني الفرقة الوطنية للدرك الملكي وأنهت المهمة يعني مهمة التحقيق، والآن الملف بين يدي القضاء. كذلك المجلس الجهوي للحسابات بعد يعني شكايات مقدمة من طرف فريق المعارضة هو اليوم بصدد يعني تحقيق وافتحاص ما زال لم ينتهي. لكن منذ يعني وصول فريق المفتشية العامة لمدينة زاك خرج علينا الرئيس بمجموعة من المغالطات وأن هناك جهات نافذة هي التي تقف وراء تضييق على عمله، ونحن نعلم أن الجهة النافذة الوحيدة في هذا الوطن هو القانون والدستور، كما يقول دائما صاحب جلالة في خطبه أننا كلنا سواسية أمام القانون. نحن لم نقم بأي شيء سوى أننا طلبنا من المؤسسات الرقابية كما منحنا ذلك الدستور ومنحنا القانون 113/14 منظم الجماعات الترابية الحق في طلب افتحاص. السيد رئيس يعني لو لم تكن تعلم أنك يعني أكثرت من الأخطاء وأكثرت من المخالفات، لماذا تقدم استقالتك عشية مجيء المفتشية العامة لوزارة الداخلية؟ يعني لو أنك تعرف أنك لست مخطئا وأن الفساد لا يلاحقك كنت تترك المفتشية حتى تنهي عملها. نحن اليوم لا نعرف هل ستدينك أم لا. أنت عملت عملية الهروب إلى الأمام وتقول أنهم يشوشون عليك. السيد الرئيس طلبت من وزارة الداخلية يعني ميزانية لأداء مستحقات الأحكام القضائية لصالح الموظفين، وأعطتك الوزارة 70 مليون بمجرد ما وصلت حولتها للعمال الموسميين ومشات. شكون الآن اللي كيشوش على العمل ديال المؤسسة؟ واش الموارد البشرية إلا ما كانت المستحقات ديالها عندها كاملة تقدر تشتغل؟ السيد الرئيس عندك مليون ديال الدرهم، 100 مليون سنتيم في الميزانية ديال العمال المياومين لي زوكازيونيل، وحنا عرفوا الدور ديالهم جوج الأشياء، يا إما النظافة أو حراسة مباني وممتلكات الجماعة. ممتلكات الجماعة مدمرة عن آخرها، وعندنا محاضر للمفوض القضائي وحطيناها في الشكايات. لا المقهى البلدي لا المسبح، واللي المسبح النهار جاو الصحفيين كيديروا تحقيق عليه، راك جيت واعتديت عليهم جسديا، انت الرئيس، انت اللي كتقول انا خدام وكيشوشوا عليا، اعتديت عليهم جسديا، وكان بيان ديال الصحافه ديال النقابه الوطنيه للصحافه صدر بخصوص هذا الاعتداء هذا، والملف دابا عند القضاء. السيد الرئيس دوله قطر مشكوره بنات لنا ملعب، اليوم كيتدمر ما عندوش حارس، زيد عليها المسبح، ملاعب القرب اللي تنزلت، يعني جميع ممتلكات الجماعة بدون حراس وتتعرض للتلف. عندنا محاضر المفوض القضائي ومسألة، وهذا الصحفي اللي نشروا التصريحات ديالك أنا بغيتهم يزوروا الزاك ويشوفوا الأوساخ اللي كاينة والأزبال اللي كاينة في الأزقة وفي الواحة، وهذه الممتلكات تعرض للتلف. لماذا؟ لأن السيد الرئيس لم يخصص لها حراس ولم يخصص عمال للنظافة. السيد الرئيس تمنيت انك تخلي حتى تنتهي المفتشية العامة من عملها وتكلم. اما الاستقالة فنحن نعرف انها هروب الى الامام من اجل ذر رماد في الاعين ومن اجل تشويت على عمل المديرية. مهرجان زاك جاتك 25 مليون سنتيم، الفلوس خرجت المهرجان ما دار، ما عاد الا درتيه في شي مدينه اخرى. اما الزاك ما عمرو دار فيه مهرجان من النهار اللي جيت انت، وكنت دائما
كتستافد من دعم ديال المهرجان وزارة الداخلية، وآخر شيء 25 مليون سنتيم جاتك والفلوس خرجت من المهرجان ما دار، إضافة للدعم الإضافي اللي كيجيك سنويا كتبوبو في أسطر كتبقى حبر على ورق، كتكلم على التحف والهدايا والجوائز. أنا ما كنعرف حتى شي جمعية والله شي فريق استافد من 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 الجوائز ديال الدوريات. وبالنسبة للجمعيات ما عمري سمعت شي جمعية استافدت من الدعم من من, من البلدية. بالنسبة للإطعام آخرها عيد المسيرة الخضراء السنة الماضية حتى الغداء ديال الضيوف ديال مدينة الزاك ما دارش. وانت كتكلم على هذا الأسطر اللي كاين حبر على ورق. الوضعية ديال الموظفين تكلمنا عليها، عندهم أحكام قضائية نهائية مديلة بالتنفيذ، وطلبتي بسميتهم الفلوس ومن اللي جات ما استفدوش. السيد الرئيس، السيارات ديال الجماعة كاملة، عندنا أسطول ديال الجماعة، أنا نبغي غير الطريقة ديال التدبير ديال الوقود. أعلى نسبة ديال الاستهلاك في الجماعات هو الزاك، داير لي 50 مليون. وأبسط شيء أومبيلونس ديال الجماعة إلا غتمشي كطلب من المريض يخلص المازوت. أبسط شيء الفرق الرياضية المشاركة في العصب سواء كرة القدم داخل القاعة ولا كرة القدم يعني الكرونفوت ولا الفتيات، كل شيء هاد الفرق هاد الأندية كتخلص المازوت إلا دات الميني باص ديال البلدية. بغيت نعرف أنا هاد التشويش على العمل ديالك ما عاد، إلا كان تشويش على عملية النهب ممكن، أما باش تقول لي تشويش على عمل ديالك سيد رئيس، أنت البيرو ما كتدخلوش بصفة نهائية، وما عندك ما عندكش رؤية واضحة ديال 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 العمل والله برنامج عمل ديال الجماعة. وثانيا الميزانية راك فاقد الأغلبية ديالك، دورة أكتوبر اللي داز راه 11 مصوتة ضد الميزانية. إذا علاش شنو هو التشويش اللي عندك؟ أنا ما فهمتش، باش تنشر مغالطات في وسائل الإعلام وباغي تشوش على مؤسسة رقابية جاي دير الدور ديالها. بغيت نقول لك سيد رئيس، هذاك الأساليب ديال السبعينات والثمانينات وديال حساسية المنطقة وديال نديروا وفد للرباط ونديروا كذا، هذا الزمن قد ولى. اليوم دستور 2011 ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأنا كنعرف اللي كرشو خاوية ما يخافش، إلا كنت أنت بالفعل على حق وأنت بالفعل ما مرتكب أخطاء وما مرتكب شبهات فساد قبل عملية الافتحاص، والنتائج هي اللي غتقرر واش على حق ولا على باطل. وقبل ما ننهي كنشكر جميع الغيورين من أعيان ومن كبار المنتخبين بمدينة بإقليم أس الزاك اللي كانوا داروا وسطات قبل باش يدار واحد الحل المشكل ديال الزاك اللي تكون فيه مصلحة الساكنة، لكن الرئيس بقى راكب دماغه ورفض جميع الوسطات، واليوم راه كيتحمل المسؤولية ديالو. أما ساكنة الزاك راه هي اللي عارفة شكون اللي على حق وشكون اللي على باطل.